السلام عليكم. اليوم نهضروا على واحد الموضوع اللي بزاف ديال الناس مازال ما كيعرفوش، ولا كيعرفوا ولكن مازال ما اخذوا الفكره بواحد الطريقه اللي جديه. مثلا انا ملي كندخل الفيسبوك لايت، يعني تقدر تفرج في الفيديوهات، هذا كاين هنا واحد العلامه ديال الماركت باش تقدر تشري اي حاجه بغيتيها. كتكليكي عليها هنا كتلقى الناس كيبيعوا هنا في الانترنت اي حاجه ما بغيتيهاش، كتحطها هنا وكتبيعها، تبيعها للناس اخرين. يعني كتلقى هنا الهمازي، وتلقى هنا بياس واعرين بثمن اللي مزيان وثمن اللي رخيص، ويا سلام. ولكن مازال كاينين الناس مازال ما كيعرفوش كيفاش يحطوا السلعه في هذا الماركت او في هذا السوبر مارشي ديال الفيسبوك. هنا راه تقدر تحط فيها اي حاجه وتقدر تربح فلوس كثيره من هذا الماركت هذا. كيفاش كدير باش كتحط، يعني الا بغيتي تبيع شي حاجه شنو غادي دير؟ طلع الفوق هنايا غادي تبان لك بيع، كاين الفوق بيع، كليكي على بيع، يعني انا غادي نبيع شي حاجه. كطلع لك هادي يقول لك انا الفئه، يعني اختار شنو غادي تبيع. ملي كتكليكي عليها كتختار المركبات، بغيتي تبيع شي طوموبيل، ها هي مركبات الاسكان. هنا عندك بيوت، الا يعني كنتي غادي تبيع شي دار، ولا الى بيتي تكري شي دار كذلك، كاين هنا منازل وحدائق. وهنا عندك الاثاث، الى بيتي تبيع شي حاجه في الدار ديالك، الادوات المنزليه، شي حاجه ديال الدار بيتي تبيعها، اي حاجه، الادوات، شي حاجه متعلقه بالحدائق تحط هي عاوتاني، اجهزه الكترونيه عاوتاني بيتي تبيع، التليفونات، البيسيات، التابليتات، اي حاجه. راه بعض المرات كيتباعوا واخا خاسرين، يعني غير هو الا حطيتي شي حاجه كتحط يعني في الوصف ديالها واش خاسره، واش متيفولي فيها وغير ذلك. مثلا هنا عندنا اجهزه الكترونيه، هنا عندك بي سي بورتابل، يعني البيسيات، كلشي، الهواتف المحموله كتحطهم هنا، يعني كتختار هنا. ولا هاو الثاني، هنا كاينين بيع، يعني اشياء مستعمله، هنا متنوع الا كانت شي حاجه اخرى. الهوايات او الثاني كتختار هنا واش باغي تبيع العاب رياضيه وانشطه يعني في الهواء الطلق، يعني شي حاجه متعلقه بهاد الالعاب الرياضيه، او متعلقه بتحف ومقتنيات، او متعلقه بالادوات ديال الموسيقى، او فنون وحرف يدويه، او متعلقه بقطع غيار ديال السيارات، يعني البياس ديال الطوموبيلات، الدراجات، يعني المواتر ولا بيكالات. عندك هنا عاوتاني ملابس والاكسسوارات، باغي تبيع الحوايج مثلا من الفيسبوك، عاوتاني كتختار من هنا ملابس واحديه حريمي زعما للنساء، كتختار من هنا، او ملابس واحديه للرجال، كتختار من هنا الرجال، ثم مجوهرات واكسسوارات، يعني بين هذيك حقائب وامتعه اللي عندك، الشك يعني السيكان ولا سميتو باغي تبيعهم، عاوتاني كتختار من هنا. وهنا عاوتاني العائله، شي حاجه متعلقه بالرضاع واطفال الصغار، يعني الصغار، شي حاجه متعلقه بالدراري الصغار اللي مازال لا كيرضعوا، هتختار هنا. الصحه والجمال، الا كنتي كتبيع شي حاجه متعلقه بالمكياج، هتختار الصحه والجمال هنايا. كتبيع شي حاجه متعلقه بالجيمز، الالعاب، وهذا الشيء كتختار الالعاب هنا. لوازم الحيوانات، عاوتاني كتبيع شي حاجه متعلقه بالحيوانات بحال الماكله ديالهم وهذا الشيء هذا، هتختار لوازم الحيوانات الاليفه. وكاين عاوتاني الترفيه هنايا لتحت الالعاب الفيديو، الا كنتي كتبيع السيديات ديال الالعاب وغير ذلك، كذلك الكتب والافلام والموسيقى، عاوتاني كتختار الموضوع اللي عنده علاقه بالكتب والافلام والموسيقى في الاخر. مثلا خلونا ناخذ كمثال، مثلا انا عندي الحوايج مثلا ديال الرجال، باغي نبيع الحوايج ديال الرجال. مثلا غادي نختار هنا ملابس واحديه، انجل لهذا القسم ديال الملابس واكسسوارات، وغادي نختار ملابس واحديه الرجاليه، غنكليكي عليها. وهنا اختاريت الفئه، يعني الفئه هي ملابس واحديه الرجاليه. هاك الحالة، أنا كتختار الحالة. ملي كتكليكي على هاد الحالة هادي، كيقول لك هاد الحاجة اللي غادي تبيعها أنت، واش هي جديدة؟ إلا كانت جديدة كتختار جديد، واش كانت مستعملة ولكن كتبان بحال جديدة كتختار الخيار الثاني، ولا هي مستعملة ولكن يعني متوسطة بين وبين كتختار يعني الاختيار الآخر. والخيار الأخير، يعني إلا كنتي كتبيعها، يعني كتبيع واحد الحاجة اللي غير شوية، يعني ماشي يعني فيها شي شويه، فيها شي ديفون على غير ذلك. مثلا انا غادي نختار، مثلا نقول مثلا جديد، نكليكي على جديد. ثم انا علامه تجاريه، ملي كتكليكي هنا كدير علامه تجاريه بحال نقولوا مثلا شنو غادي تبيع انت،
او لا يعني العلامات التجارية بحال النايكا وغير ذلك، ولكن يعني العلامة التجارية إلا بيتي تحطها، يعني ماشي مشكلة بتحطها ولا تحط ولا تخليها خاوية ولا دير فيها غير أي حاجة، قول فيها ولا دير فيها مثلا ماركة مزيانة، مثلا ماركة مزيانة. ثم عندنا المقاس هنا كتحط المقاس ديال اللباس، اشنا هو المقاس اللي غادي تبيع نتايا؟ واش حيتاش كاين المقاسات الناس كيعرفوهم، كاينه ال وكاينه اكس ال وكاينه هاد المقاسات. الا كنتي كتبيع الحوايج خاصك تعرفهم هاد المقاسات هادو. خلينا مثلا انا ندير ال مثلا ولا اكس ال مثلا، خليها انا اكس ال مثلا المقاس ديال الحوايج. المقاسات ضروري الانسان اللي كيبيع الحوايج يعرفهم، حيتاش الناس هكا باش تبيعوا الحوايج في هاد الاجهزه هذه. ما هو المنتوج الذي تبيعه؟ هنا كتحط الحاجه، شنو كتبيع انت، شنو هو هاد الحاجه هذه. مثلا خليونا نحطو مثلا مونطو، مثلا مونطو مزيان، مونطو مزيان مع غرافاته، مثلا مع غرافاته ديالو تبقى كانت ماشي مشكل. ثم كتجيب السعر، هنا السعر كتحط مثلا السعر في هاد البلاصة ديال السعر، كتحط الثمن مثلا شحال باغي تبيع هاد الشي هذا. مثلا خلينا نكتبو مثلا باغي نبيعو مثلا ب 500 درهم، مثلا 500 درهم مثلا كتحطها هنا. بديت تحط الثمن هكا، ولا تحطها غير شي ثمن صغير، باش يعني من بعد ملي تواصل مع الكليان تقول ليه الثمن الحقيقي. ثم هنا عندك الموقع، فهاد الموقع كتكليكي على الموقع، كتختار البلاصه اللي انت فيها، البلاصه اللي انت فيها والبلاصه اللي كتبيع فيها. مثلا خلينا مثلا نختار، ثم اذا نختار مثلا كازا، مثلا كازا مثلا كالوصف يعني في الموقع. وهنا كيبقى لنا الوصف. الوصف شنو كتكتب فيه؟ كتكتب فيه شي حاجه اللي كتكتب فيها بحال مثلا الوصف ديال هذا المنتوج هذا، بحال قلتي مثلا نقولو مثلا مونطو مزيان ما فيه حتى شي ديفو. الا فيه شي ديفو خاصك تكتبو في الوصف، ما فيه حتى شي ديفو. هوكا كدير فيه زعما راه بلي ما فيه حتى شي ديفو. ثم كتجيو التوفر على عنصر واحد. هنا لاش كيصلح هذا؟ مثلا هاد البياسة عندك فيها غير وحدة، كتحط الخيار الاول يعني عندك فيها غير وحدة. اما الى عندك فيه يعني كتبيع شحال من بياسة في هاد اللباس هذا، كتحط عرض يعني على انه متوفر، يعني باقي عندك منه، يعني واخا كاع تبيع هاد البياسة باقي عندك منه. دونك انا غادي مثلا عندي انا غير هاد البياسه مثلا، غادي نحط الخيار الاول. ثم هنا عندك توفير الشحن، شنو كيعني هذا؟ توفير الشحن هي مثلا انت قادر باش انك تصيفط هاد المنتوج هذا للناس، مثلا تصيفطو ليهم بحال ليفرور، بعدا تعطيه لشي واحد يدي ليه. كدير هادي كتفعلها زعما راه كاين الشحن، يعني يقدر يعني تصيفطو للبنادم. يعني ما بغيتيش هاد البارتي هادي مثلا بيتي للبنادم هو اللي يجي عندك يشري من عندك، دونك غادي هادي اتحيدها. الا كان الشحن راه كتفعلها، ما كاينش راه يعني كطفيها بحال هكا. مثلا انا ما عنديش الشحن كنطفيها بحال هكا. ثم كنجيو لهنا اضافه الصور، كتصير هنا كدير اضافه الصور، وكتختار التصويره ديال السلعه، التصويره ديال السلعه تكليكي هنا كدير تحميل الصورة، وكدير تصويرة هنايا ديال المنتوج اللي غادي تبيع. فين هي؟ نديرو حنا مثال غير هذا، مثلا حنا نديرو غير مثال، هذا غير مثال. كنديرو تم، هاهي دابا التصويرة، يعني التصوير ديال اللباس راه غادي يبانو هنايا. تقدر تشارجي كتر من تصويرة وحدة، 4 تصاور 10 تصاور اللي بيتي.
وبعد ذلك كدير 12، كدير ديك الساعة 12 صافي، وغادي يطلع لك المنشور، غادي يطلع كاع للناس تم النشر بنجاح. وهاد الجروبات ما غاديش يطلعوا لك حتى تدخل ليهم، يعني خاصك هو الاول مثلا بيتي يطلعوا لك الفيديو، يعني الجروبات بحال هكا خاصك هو الاول تدخل ليهم، تدخل لهاد الجروب مثلا ديال البيع والشراء في كازا، يعني على حسب المدينة اللي انت فيها. مثلا انت في اكادير مثلا غادي تقلب على الجروبات ديال البيع والشراء اكادير، بيع وشراء في اكادير مثلا، قاعد دوك الجروبات تدخل ليهم هو الاول، عاد دير هاد الطريقة هادي باش يطلعوا لك بحال هكا. كتختار ديك الساعات الجروبات اللي بديت تلوح فيهم المنشور ديالك، كدير غير في هاد العلامات الصغار هادو، كدير فيهم في البلاصة فين باغي تلوح هاد المنشور ديالك مثلا، اتلوحو قاع في الجروبات اللي فيهم بيع وشراء في المنطقة ديالك مثلا، في اكادير او لا في كازا الى غير ذلك. دونك كتختار من بعد كدير مشاركة، تكليكي على مشاركة، تم النشر بنجاح. يعني بهذه الطريقة كتكون انت دابا يعني حاط السلعة في الفيسبوك باش تباع. مثلا باغي تطلع على هذا سميتو المنتوج ديالك، ولا باغي تبدل فيه شي حاجة، كتكليكي على هذه العلامة ديال البنادم من عندك الفوق في القنت، تكليكي عليها. الى بديت تبدل مثلا تشونجي الثمن، ولا تشونجي التصويره، ولا شي حاجه، ولا كاع تمسحها، فكتجينا وتاني كتكليكي، او ما السلعه اللي عندك دابا هنايا هي هذه، كتكليكي عليها مثلا السلعه اللي بديت تشونجيها ولا شي حاجه. هي كدير تعديل، الى بديت تشونجي فيها شي حاجه كدير تعديل. انت هنا عاوتاني كدير التعديلات، كتبدل داكشي اللي بيتبدلو ملي كتسالي، كدير حفظ هاكا تماما. حتى الا بيتي مثلا تحيد ولا شي حاجه، كاين عندك ثلاثه ديال النقاط هنايا، كليك عليهم. ايه تقدر دير حذف او واحد في العنصر، يعني كتسوبريمي المنشور، ما يبقاش كاع في هذا السوبر مارشي ديال الفيسبوك، وهكذا كتكون يعني كتبقى تبيع وتشري وكتلوح في الفيسبوك. راه كاينين الناس اللي كيشريو، انا براسي كنشري من الفيسبوك، شريت شحال من حاجه يعني بالرخاء، ويا سلام والله العظيم. والسلام عليكم، هذا هو الشرح ديالنا، والى لقاء الى فيديو اخر.